السلام عليكم. قبل كل شيء نتأسف على القضية، هنا اللي 3 نقاط، يعني دو بوان، كان بإمكاننا نفوز بهذا اللقاء ون يعني نتناول يعني ضمان البقاء يعني نهائيا، ولكن للأسف نقول باللي نتيجة التعادل اللي خلتنا نزيدوا يعني نستناو اكور بلوس يعني رايحة تل ديني ماتش كراسي الماتيان امام، يعني الحمد لله يعني كما نقول لك ان بوان خير من خساره. حتى النقطه هذه تخلينا يعني دائما عندنا امل في ضمان البقاء، ولو ان المأمورية تكون شويه صعيبه. بالنسبه للمقابله نقول باللي ما كانش كافي يعني العمل اللي قمنا به، يعني ولو اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي داروها، ولكن غير كافي باش يعني تربح مقابله، خاصه كما قلنا هذه مقابله قادر نقولوا باللي مقابله مصيريه كنا قادرين، ولكن نقول ما كانش كافيه يعني، خاصه من ناحيه الروح القتاليه، من ناحيه ثاني الحلول يعني من ناحيه الهجوميه ما لقيناش يعني بوكو دو سوليسيون بور تروفي لا فاي ولا بور ماركي دوزيام بيت، مهما كنا يعني متفوقين في النتيجه، ولكن غلطه اللي كلفتنا يعني التعادل. حاولنا باش نعود بالنتيجه، دخلنا يعني في العشق الذاكر في اللعب السلبي يعني الكره الكعانيه اللي ما تجيب حتى حاجه، وهذه هي النتيجه كانت يعني تعادل. نبقاو يعني نسوا المقابله، والامل تاعنا يبقوا في المقابلتين اللي جايين، دونك يفو بيان بريباري سيتو، ما لازمش المقابله يتاثر، صافي بارتي دو فوتبول. كنا قاعدين نربحوا كما كنا قاعدين نخسروا، خرجنا من نتيجه التعادل وفو سو كونتونتي لان بوان اللي خليتني توجور ليسبوار، اي التحضير المقابله اللي جايين.